حياكم الله مشاهدينا الكرام متابعي قناة الأيام الفضائية وحلقة جديدة من برنامج الوسم مباشرة وحصريا على قناة الأيام. أنا كرار حباب، فاصل قصير وفقرة فيس تو فيس، خليكم ويانا لا حد يروح بعيد. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في فقرة فيس تو فيس، حيث الأخبار والأحداث والمواضيع المهمة اللي دائما ما تكون ترند تكون موجودة في برنامجنا برنامج الوسم. أول موضوع عندنا في هذه الفقرة هو موضوع صار له فترة طويلة الناس تسولف به وانقسموا عليه ما بين مؤيد ومعارض، هو موضوع الفنانة العراقية إيناس طالب. إيناس طالب هسه واحد يقول لي شبيها، انا اقول لك شبيها. إيناس طالب اكو مجلة بريطانية نشرت صورتها على ضوء تقرير يتحدث عن وضع المرأة في الوطن العربي من حيث السمنة. إيناس طالب من استخدموا صورتها بهذه المجلة بهذا التقرير صارت عندها ردة فعل، بس ردة الفعل مالت الله، يعني ردة الفعل صارت من قبل الناس والجمهور المقربين، دعا الفنانة إلى اتخاذ موقف. هي لو الناس والجمهور ما حد حاجة كلمة، يعني هي الفنانة ما، يعني بالعكس واحد كيف يعني مش من صورته بمجلة عالمية، سمنة مو سمنة، بالتالي صارت عالم، يعني طشيت انتشرت مثل ما يقولون، صار شد وجذب بالموضوع، وناس تطلع تقول يابا الموضوع طبيعي وعادي، تطلع ناس بالقنوات تقول استخدموا صورتي وشوهوا صورتي وانا ما اقبل ولازم اقاضيهم. وحدة خيرة نشرت او صرحت قالت يابا في سنة من السنوات هاي المجلة ما ادري غيرها هم نشروا صورة لممثلة او فنانة وكانت ما قابلة ورفعت عليهم دعوة قضائية وكسبت الدعوة واخذت تعويض. احنا بعد ما نصدق تعويض ودعوة قضائية يا قاع لا تنشقين ولا تبلعين، خليني واقف أقدم. قالوا يابا خلاص لعد دعوة قضائية على المجلة، من معاودين منا أبو الغيرة مدري شنو، دعوة قضائية راح تقيمها الفنانة إيناس طالب على مجلة الإيكونوميست البريطانية. خلينا نشوف الموضوع التفاصيل اللي انتشر بصورة كبيرة جدا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وكان الترند الرائج في الأيام اللي مضت. الفنانة العراقية إيناس طالب تقاضي مجلة الإيكونوميست البريطانية بعد أن استخدمت صورتها ضمن مقال عن النساء البدينات في العالم العربي. هذا هو الخبر، وهذه الصورة التي استخدمت من قبل المجلة تظهر فيها الفنانة إيناس طالب، وهذا كان منشور المجلة Only Fifth of Women in Arab Countries Have by Jobs says the World Bank this means that most. طبعا أنا اللغة مالتي عود يعني عود قوية وجاي فيك بها يعني زين. تقول missing out in passive exercise، يعني تقول بين قوسين يس، على قولة عادل إمام يس يس. هاي الصورة وهذا الكلام طبعا الترجمة كلكم تعرفوها، يعني ما يحتاج ترجمة، أنا زين قريت بعدين هسه قاعد أترجم لكم، يعني هو ما تردون أترجم لا يعني عفونا على صفحة زين. والله وأنا إذا بقيت أحكي بالإنجليزي يعني هم يقاضوني لي، يعني دمرت اللغة الإنجليزية زين. فهذا المنشور اللي انتشر بالمجلة واللي كان سبب برفع الدعوة القضائية من قبل الفنانة آلاء حسين. خلينا نشوف التعليقات شنو كانت حول هذا الموضوع. تقول جيهان رسول التنمر هنا بالتعليقات، المجلة ما تنمرت مثلهم. هنا ما راح اسكت. الناس بالتعليقات قالوا لها يا تحمد ربك وشكري هسه انت وزنك زايد ماكو داعي ترفعين قضيه. الناس تكتب آراءهم مختلف الآراء، الناس أحرار إذا ما ضروا، يعني إذا ما ضروا أحد.
عبير تقول طبعا اغلب اللي ضاجات ان البنات. عبير تقول اكثر التعليقات حاقدات عليها، حاقدات لان هي صدق حلوه وتجنن ولا يقلها السمن، ايش دعوه هالغيره اللي بيها خير تصير بجمالها. مع احتراماتي يعني مع احترامي للبعض صدق لو قالوا المرأة عدوة من يعني من فمك ودينك. وين أحمد سلامي؟ كيف عليك مواضيع نورس؟ أحمد سلامي كيف يوميا ينشر بالستوري النساء والرجال وينشر لنا مواضيع هاي؟ المرأة عدوة المرأة، هذا موضوع يفيد أحمد سلام. المرأة عدوة المرأة، احنا ما لنا دخل، طلعوا الرجال خارج قوس، المرأة عدوة المرأة من الأخير حسب ما تقول عبير. طبعا سيد محمد الزامل يقول مالك علاقة بالمجلة البريطانية ولا الضوجين، احنا مقتنعين بيك يا خاتونة لا زحفت كلش عدي سيد يعني محمد، يعني كلش رحت عدي يعني طبيت زايد يعني مو هيك يعني شوية زن نفسك ثقل شوية ثقل مو هيك فد نوب يا خاتونة شوية مو فد نوب هيك محمد حبيبي ابو جاسم مو شوي قبل هيك خاتونة الخاتون. تقول ليال ما ادري ايش اسمها ليال جبار تقول ترى تخسريها الدعوة، ترى تخسريها الدعوة، ما حكوا باطل والنوب تتحملين كافة تكاليفها وبالتالي هم اللي يرفعون عليك قضية. عرقلة العمل الصحفي والحد من حرية الصحافة لأنك شخصية عامة، من الطبيعي استخدام صورتك كنموذج. أبد إيش قد تحبينها أنت؟ إيش قد تحبيني ناس طالب تموتين عليها أنت الظاهر. آخر تعليق من فاضل الربيعي يقول تروح لك فدوة الصحيفة واللي أسسها. فاضل الربيعي زحف عند فاضل ما لزم نفسه عند فاضل، روح شفدوا الصحيفة واللي أسسها. حمد الوزير انت مو من كتبت التعليق جبا شنو السالفة فاضل اكمش نفسك. هذا كان موضوعنا الأول اللي انتشر بصورة كبيرة جدا في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وسوف تقوم الفنانة إيناس طالب برفع دعوة على المجلة. بس أنا أقول إنه هذا الموضوع ما أعتقد راح يكمل لأسباب كثيرة، وإذا كان لها حق فخل تاخذ، إذا ما كان لها حق فبعد هم بكيفهم. هذا كان موضوعنا الأول في فقرة فيس تو فيس، الموضوع اللي انتشر بصورة كبيرة جدا. موضوعنا الثاني في فقرة فيس تو فيس هذا تليفون، التليفون يصير بيه انترنت إضافة إلى المكالمات، يصير بيه انترنت. أنا راح أسولف لكم سالفة هيك وأطب الموضوع يعني تحملوني. الانترنت يصير من واي فاي او من السيم كارت. اذا من الواي فاي فاكو واي فاي برمز سري، رمز سري يعني حتى ما يصير اي واحد يجي كنك، رمز سري كل بيت بي يعني راوتر برمز سري حتى اهل البيت والخطار والاصدقاء يعرفوه. طبعا في محافظة عراقية، عراقي يقتل شقيقه بسبب تغييره الرمز السري للراوتر. دعونا نسكت قليلا. عراقي يقتل شقيقه بسبب تغييره الرمز السري للراوتر للانترنت. تفضل تفضل. ليش؟ شنو السبب؟ هذا اخوك تكتله على مود رمز. البعض راح يقول لي ما يصير تضحك، هذا ضحك كالبكاء. يعني انا من جاي اضحك جاي اضحك على العمله المهببه، انه ضحك كالبكاء. يقتل شقيقه بسبب تغييره للرمز السري مال الانترنت. على
اريد كلمات معبره نسولف فيها وياكم، هسه انا صار عندي اس بالجو اريد اسولف ما ادري ايش اسولف. كتلني نغير الرمز اجيبها منا اوديها منا ما اخذ ورثه لا مسوي له فد سالفه مو زينه لا مغير الرمز السري. شنو يعني انا اريدكم انتم هسه تسولفون لين انا اكون هذا البرنامج يكون هذا الموضوع متناوله بعود ليش؟ يكون جايني مار علي هناك. يعني انت قلت له لين غير الباسورد؟ عمي تعال اعطيك الباسورد مال بيتنا، احكي لك اياه هسه بالجو الباسورد مال بيتنا؟ احكي لك اياه من واحد لثلاثه ومن واحد لخمسه، هذا الباسورد مال بيتنا. تجي تكنك شو وقت ما تريد. الباسورد مال بيتنا هسه احكي لك اياه بالجو. من واحد لثلاثه ومن واحد لخمسه. خاف واحد ما يعرف هذا الباسورد مال بيتنا. بعد هو رمز مال انترنت تغير زين، فرضا اخوك غيره بغضا بيك، تروح تكتله عم اروح اشتري لي راوتر ب 20,000 واجدد اشتراك انترنت ب 30,000 ولا اكتله بسبب تغيير الباسورد. خلينا نشوف الخبر وتفاصيله اللي انتشر بصوره كبيره جدا واللي كان رائج في مواقع التواصل الاجتماعي. شاب يقدم على قتل شقيقه في ذي قار بسبب تغييره الرمز السري لشبكه الانترنت. الطم شو اسوي؟ تليفون باسورد اكنك على السيم كارد ولا اقتل اخوي كانك على السيم كارد. عم هذا خبر يصير كل ألف سنة يعني هيك كل ألف سنة يعني هابي يعني لا كل 7000 سنة هابيل قتل قابيل النبي يوسف أخوته ذبوه بالبير. يجوز كانت أسباب يعني ممكن تفضيل واحد على واحد ممكن هو اللي كان أجمل واحد بس قتله لي نغير رمز رمز مال هذا كأنك بيب التليفون اروح للقهوه كأنك تمشي بالشارع هسه انت وين ما تروح بالشارع صار النت اي وكاله اي مطعم يم انترنت مفتوح قبل تجي تكنك نص ساعه ساعه مجاني. خلينا نشوف شنو كانت التعليقات اللي اغلبها كانت ساخره والبعض منها تعليقات جديه لكن بسبب غرابه الموضوع سبب غرابة الموضوع يقتل اخوه على مود ما اعرف شو احكي والله هذا ولا يقتل اخوه على مود الرمز مغير الرمز مال انترنت والتعليقات ما تقبل تطلع انا وياك للاخير زين. يقول احمد المشهداني عمي الرمز مال بيتنا 24 20 20 20 20 صدق كذب يا ولد. هسه انا اعطيتكم الباسورد مال يا ولد شنو انا ما جاي احكي يا جماعه الخير انا اعطيتكم الرمز مال بيتنا اللي هو من واحد لثلاثة ومن واحد لخمسة وهذا احمد المشهد انا اعطاكم الرمز مال بيتهم 24 بعد تردون بعد منه هيك اسوي التليفون بالسيم كارت ما خلي رمز افتح لي الكل كتل اخوه على مود كتل اخوه على مود غير الرمز وين نروح؟ يقول محمد قاسم صقبان ولكمان اخوي اخوي اذا يطلب روحي انطيها اله مو رمز شبكه لا حول ولا قوه الا بالله. اما حسين مشير يقول هسه من يعرف الرمز بعد؟ هو بس المقتول يعرفه وراح. اي والله صدق رمز ما حد يعرفه هسه هو بس المقتول. نضحك نبكي والله ما ادري. تقتل اخوك على ما تغير الباسورد يا الهي شو نسوي ايش نحكي تحت رحمتك احنا ربي. يقول حسين نداء الى كل اخواني شلع قلع اقاربي ولد المنطقه رمز شبكتي 8 وحدات 1111111
ثمان واحدات والله على ما اقول شهيد علي منتز ما يحتاج يعني ولا بس ثمان واحدات والله على ما اقول شهيد. واذا مو قوي قولوا لي اشترك رجال اعمال جاي يسوي عرض اوفر جديد الرمز مالته ثمان واحدات واذا مو قوي قولوا لي يسوي رجال اعمال ندلوا بيتهم المرشد حسين الشايب يقول اخوكم الشايب. ام احمد تقول يا رب سترك شنو تصير بينا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الله يرحمه ويغفر ذنبه ويدخله فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون. طبعا هذا كان موضوعنا الثاني اللي هو موضوع شخص يقدم على قتل شقيقه بسبب تغييره الرمز السري للانترنت لشبكة الانترنت للواي فاي للراوتر اللي نكنك بيه بالتليفون قتل الأخوه على مود رمز يعني يكنك بيه قتل الأخوه. الدنيا كل شيء نشوف بيه العجب نشوفه بهاي الدنيا بعد ما نعرف ان شاء الله يعني يلقون القبض عليه لانه هذا عقاب لازم يكون هيك يعني مربع. هذا كان موضوعنا الثاني. اما موضوعنا الثالث في هذه الفقره هو يعني شيء شابك على شيء يعني امراه مكسيكيه قتلت زوجها لأنه لقيت عنده تليفونه صورة لفتاة. لهنا حلو الموضوع. بعد ما قتلته اكتشفت إنه الصورة مال هاي الفتاة هي صورتها من كانت صغيرة يعني من كانت شابة. واحد يحل هذا اللغز. كتلة زوجها لأنه لقيت عنده تليفونه صورة لبنية بعدين ورا ما قتلته اكتشفوا انه هاي البنيه هي نفسها من كانت شابه هي نفسها زوجته اللي قتلته. ليش؟ والله اليوم الاخبار ما ادري اليوم يعني اليوم المواضيع كلها شو احكي اريد اسولف اريد املي الجو هسه شو احكي ما ادري يعني شو اسولف يعني انت رحتي قتلتي لانه لقيت عنده صوره بتليفونه مال بنيه بعدين طلعت البنيه هي نفسها انت من كنت شابه ما تعرفين نفسك معقوله هيك متغيره وصاير بيك شو اسمه طبعا يا هاي القى القبض عليها هاي اللي طاره بالصوره بس هالخبر يراد له صفنه وسالفه قتلت زوجها والله يا عمي ماكو شيء والله ذبا فلك كيدهن عظيم زين انا انت من شفت الصوره قبل هيك من عصبتي وهذا ما قال لك يابا هاي ترى صورتك ما دار بيناتكم حوار يعني قبل راح تقتلتي حوار ما دار بيناتكم صوره من هاي يعني شلون تحققين اياها شلون المراه العراقيه متحقق ويا زوجها صورة من هاي شو تسوي عندك مين جتك هذا الحوار ما دار بيناتكم ما قال لك هاي انت ما عرفتي نفسك ترى انت قتليه. هذا اغرب خبر ممكن نسمعه في هاي السنه مع خبر تغيير الرمز وقتله. خلينا نشوف الخبر وتفاصيله اكثر في فقره فيس تو فيس. يقول متداول حدث في المكسيك امراه طعنت زوجها عدة مرات بالسكين بعدما عثرت على صورة له مع فتاة واكتشفت الشرطة مكتشفين ان المرأة التي كانت في الصور هي نفسها الزوجة ولكن بسن اصغر من سنها الحالي وان صورة الزوجين التقطت قبل سنوات عندما كانا يتواعدان.
اخ اخ واحد كاتل اخوه على مود مغير الرمز الباسورد، وحده كاتله رجلها على مود لاقيه صوره تليفوني وبعدين طلعت صورتها هي. طعنته بالسكين بعد، طعنه بالسكين عده مرات يعني، لا مره ولا مرتين ولا عده مرات. خلينا نشوف التعليقات شنو كانت حول هذا الموضوع. تقول رسول الله لا يطيش على هاي العملة، الله لا يطيش على هاي العملة. نورس وياي نشوف تعليق رسل تقول الله لا يطيش على هاي، صدق تحتاج دعاء يعني يا رسول، الله شاهد تحتاج دعاء واحد يدعي عليها. زين تبارك تقول ليش استعجلتي، ليش استعجلتي؟ صح هم يستاهلون، صح هم يستاهلون، بس لازم تتأكدين يا عيني. لا ما شو متناقشة شنو عمي على شنو؟ علي يقول احذروا من المخدرات انها عالية الجودة. صدق عالية الجودة على على هاي العملة. تعليق اخر يقول غيرة النساء عبر القارات، كنت اتصور بس نساء العرب لكن السؤال يبقى يطرح نفسه، يبقى يطرح نفسه، ماذا لو سمح القانون والدين بزواج الانثى لاكثر من رجل؟ لا دين يسمح ولا قانون يسمح، سؤالك رجع لحقك. لا دين يعني، انت جاي تمطيني سؤال هسه تريد اناقشه شنو يعني؟ هسه تريد اناقشك يا بالجو، يلا يلا، ماذا لو سمح القانون والدين؟ ما يسمح القانون والدين بعد يعني شنو؟ اذا تقول سؤالك افتراضي فحتى الفرضيه مال انه يصير سؤال افتراضي ما يصير، لانه هيك مواضيع ما يصير نفترض بيهن. فسؤالك رجعه وين ما كان يعني، رجع لعقلك، رجع لفمك، اينما كان سؤالك لا تطرحه بعد يعني، ما تصير لا دين ولا قانون. سوزان تقول زين اذا تحبي وتغارين عليه شلون قلبك انطاج؟ تقتلينا يا حظي. سأليها اذا تحبه وتغار عليه ليش قتل؟ سأليها الها مو تسأليني انا، سأليها الها، قال اذا تحبي وتغارين عليه ليش قتلتي يا حظي؟ ما حد يعرف. هذا كان اخر موضوع عندنا في فقره فيس تو فيس، اللي هو موضوع امراه من المكسيك تقتل زوجها لانه لقت عنده صوره بتليفونه مال بنيه، بعدين طلعت البنيه هي نفسها. يا سبحان الله، شو يسوي بينا الله بعد؟ اذا هاي البشريه كلها عايشه بهذا المجتمع وين نروح؟ وين نطوي وجهنا؟ يقتل اخوه لانه غير الرمز، وتقتل زوجه اللي لقيت عنده صوره وهي صورتها قبل. عمي ناس طالب، عوف القضيه مالتك مال المجله، عوفيها عوفيها. شوف الضيم. مشاهدينا الكرام، وصلنا لختام فقره فيس تو فيس، حيث الاخبار الغريبه اللي ما قدرت اعلق عليها لانه شو اسولف. فاصل قصير وفقرة ترند تيوب، خليكم ويانا لا حد يروح بعيد. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في فقرة ترند تيوب. في البصرة، البصرة تعاني هذه المحافظة من درجات الحرارة المرتفعة، تعاني من الرطوبة، من الشرج بين قوسين، تعاني من عدة حالات في البصرة. يعني الناس تطالب مرات تريد شغلات بس مال، يفتح البوري، يفتح البوري يلقى هاي الشغلات بعد ما أعرف. السلام عليكم.
والله هاي صايره دايره، تعال شوف الماي مالنا حياي مدردو طالبي. هاي قدامكم شوف، هاي تو سحبت الماي، هاي محافظ البضاي ساعة تبليط. شنو موضوعك؟ ما شفت من الماي؟ يعني لو مالح لو بيدود، يعني احنا نختار لو مالح لو بيدود. هذا الماي كله هسه جسمنا يحكنا من الله وكيلكم ومحمد كفيلكم. هسه جسمنا البيت كله يحكي جسمه زين. محافظ البصرة وينك انت عن الماي؟ هسه لو تبليغ بتنه وما شارك قلت لك صرت فوق ستة وهذا حكيم دراجين بلطيت والناس تصفق لك على التبليغ. وهسه هذا الماي وصخ وكله ما اعرف شنو ما شنو ودود والله يعلم شنو بي ما بي. هسه احنا جاي يجينا بالطرمبه دود شلون هناك بالمحطات بالهاي حتى عيالي احتمالكم يا ابو وصول العيداني اي مسؤول اي ناب بالبصرة ما يصير هيك. يعني احنا حتى اسال ما يغسل هيك ما يشرب شلون الله يعلم يعني سوى هذا الماي هم للشرب يسوونه ويصفونه امراض هاي راح تصير البصرة راح تعدم بالكامل الله وكيلكم محمد كفيلكم راح تجي لنا امراض هاي والله. هسه شوف هو ساير الحين بس انت هوري بعض حقيقة حتى براخ وجاي فرخن وهذا كله يمكن بير مالهم يعني هذا حتى جديد الدود يعني وين مسعد العيدان عن هذا الموضوع وين؟ ما حد يعرف وين ما حد يعرف وين خطية والله صار له ساعة يناشد هذا يطلع بالمي بالبصرة إلهي ما أدري والله ما أدري شحكي والله ما أدري شحكي والله تعبت يعني النوب يقول له حياية مدرسة لا والله صدق يعني يقول له إذا أنا طلعنا بالرسالة إيش يطلع إنه حياية صدق حياية يطلع له صدق تعابين تطلع ليش مو خطية البصرة مو محافظة هي تجيب الاقتصاد للعراق بيها نفط بيها ميناء موانئ مو ميناء واحد بيها غاز كل شيء بيها يطلع لهم هذا بالمي يعني على قولته لو مالح لو بي حياية والله ما ادري المشكلة الناس تلوم ليش تضحك اضحك من القهر ومن الضيم يعني من الضيم اضحك يعني هذا هسه هذا شنو ذنبه خطية طالع له بالمي هيك شنو 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 ذنبه ما نعرف خلينا نشوف التعليقات شنو كانت حول هذا الموضوع وماذا ذكر المغردون تقول نفس الشيء اول تعليق نفس الشيء من يا زهراء تقول نفس الشيء بالنجف حتى الصونده صارت خضراء من الطحالب اي والله عايشين بالقدره احنا عم عايشين بالقدره أنغام تقول والكاظمي يقول لا مانع أن يبقون ألف سنة في حوار وأنا هذا الموضوع أردت آخره بيش الحلقة قبلها بس يريد يعني يريد يسولف ألف سنة ألف سنة للحوار ألف سنة للحوار حتى ما يستحق اوقف عنده واكمل. اشرف يقول اخي عادي هاي بروتينات يحتاجها الجسم على قولته حياي شنو طحالب سلابيح يحتاج الجسم الناس اكثر شعب بالعالم من يوقع بازمه ومن تتكالب عليه الدنيا يبقى يحشش هو الشعب العراقي. الدنيا كلها بهيك صايره فوقه هو يبقى يحشش. ابو حسين يقول والله يا عمي اذا تجي وشوف مينه 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 هو كاتب مينه حتى الحيوان ما يشرب من ذي قار سوق الشيوخ قرمه بني سعيد. اقول لك يا قرمه بني سعيد مو عندكم هذا ابو علوش
يمكن مو دائما يقول بالفيديوهات كان من كرمه بني سعيدات كان يسوي شناوي بالبث المباشر، طلع تليفون اوفلاين ذاتي هاي جايز يريد يروح لامريكا همين اخا طيب وعلوش، وهذا مو من كرمه بني سعيد بتروح لي ناشد لك ابو علوش ترى معروف، لا ابو علوش الاصلي هم من كرمه بني سعيد هو يسوي شناوي بالقرمه والله خطيت. الحاج يقول الأردن عندهم عملية تقطير ماء البحر ويصدرون منه، ليش ما تقدرون تجلبون معمل يقطر ماء البحر ويوزع على المحافظة على أساس عنيش عندنا بحر وشط شط العرب عندنا ماء البحر منين نجيبه؟ منين نجيب ماء البحر؟ هو ترى شط عندنا والله الله وكيلك عندنا شط. هذا كان الفيديو الأول اللي هو ضيم المي بالبصرة. الفيديو الثاني قبل حلقه حلقتين قلت العراقي من يريد يسافر من يريد يعني من حاره الدنيا من يروح يسبح يغرق، هسه العراقي من يريد يسافر يسبح حر وين؟ بالمطار. الى مطار بغداد الدولي يعني بهذا اسمه وبهذا المكان المهم تبريد عاطل من الصبح لحد السليش بعدهم فلوس يوفون والعالم قاعده وتكفي، فاتمنى يعني هاي القضيه ينحط لها حد. يعني الوضع بالعراق الى مطار بغداد الدولي يعني بهذا اسمه وبهذا المكان المهم تبريد عاطل من الصبح لحد السليش بعدهم فلوس يوفون والعالم قاعده وتكفي، فاتمنى يعني هاي القضيه ينحط لها حد. يروح يسافر يروح المطار يلقى المطار هيك وهذا مطار بغداد الدولي، يعني لازم شنو اسوي؟ يعني لازم هو واحد من افضل المطارات على مستوى الوطن العربي وحتى بالشرق الاوسط واحد من اقدم المطارات، بعد يهفون يهفي بالمطار يهفي شوفه شلون يهفون خطيه رايح مسافر. بس هذا الفيديو حتى من تسافر من تحل العراق بس تتذكر بالمطار صار بيك تتندم الف مره ما ترجع، احسن هذا الفيديو احسن حتى تتندم بعد ما ترجع. والله خطايا الناس شو يعني اللي يصعد ترند احيانا فد شغلات غريبه حلوه شوف واحد يتونس بيها. أنا اللي صعد عندي ترند بالعراق هذن الشغلات الضيم والقهر، وين الطوجي؟ وإيش؟ حتى حكيكم ما نقدر نحكي يعني كافي وصلنا مرحلة خلاص لهنا وخلاص بعد. لا عندنا كلام لا يعني زي مثلا شيء اخترع بعد من هالشيء أسوي فقرة أجيب ضيوف هم يحكون. يعني ما أحكي بعد لأن أنا تعبت يوميا أحكي بهذه المواضيع، يوميا أحكي بهذا الضيم، بهذا القهر. برنامج ترندات، المفروض أجيب ترند حدث. يعني شلون هسه مثلا الناس طالب ابي مجال حدث ترند بس مو اجيب مي طالع منهم بي شو اسمه طحالب وسلابيح، مو اجيب مطار بغداد حاره الدنيا. بس هو هذا الترند شو اسوي؟ هذا الترند العراقي والله ما ادري بلد محتار بالبوق والسرقه ومحتار بمظاهرات على التقاطعات السياسية على ما اعرف شنو، وهذا وضعه. بصرة هم اخذت لها ما ادري كم يوم ماكو كهرباء، جت الكهرباء طلع لهم مي بالسلابيح، الناصرية يقول لك انا بقرمة بني سعيد طحالب تطلع لي ما ادري شنو، بالنجف نفس الحالة، بغداد لو كهرباء ماكو لو حار الدنيا، والله الحر هذا ولو الحر هذا سبب التصحر اللي بغداد كانت خضراء وكانت درجات الحراره بيها ما تعبر 36 35 هسه بسبب وين ماكو مكان صار صحراء قاحله وبنايات وبني جيبه خضار ماكو، هي الخضراء مو خضراء الخضراء والله مو خضراء، هسه اذا تروح تشوفها ما بعد ما بيها خضار خضراء مو خضراء. اشوف التعليقات شنو قالوا حول هذا الفيديو اللي انتشر بصورة كبيرة جدا
على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. يقول طارق أبو زنيطيحة: الخزي والعار على هذه الحكومة وإرارتها، إرارتها يعني إدارتها. شنو طارق؟ إرارتها إدارتها، هو يقصد إدارتها بس، وإدارتها السيئة للدولة ومؤسساتها. إرارتها مو قلت لي طارق؟ أنا أخلص من هذا تجيني أنت طارق. إرارتها. يقول صباح: دمروا مطار بغداد، كان قبل أحسن مطار وأحسن خطوط هي الخطوط الجوية العراقية. مع الأسف إذا كان الخبر صحيح. أي والله مع الأسف الخبر صحيح، أعتذر منك جدا، أعتذر الخبر صحيح. يقول علي درويش: هذه أحد إنجازات حكومة المبخوت أخو عماد الكاظمي. الكاظمي هيثم كاظم، هو الكاظمي. يقول أو تقول ندى شاكر: هو المطار كله قديم، و يعني بس هاي الكلمة نخلي من ده يعني أكحلش ووسخ. من يعطل التبريد الوضعية تكون متناسقة جدا. الله بعد تناسق بالموضوع، تناسق لي بين الوساخة والحر وال... شنو التناسق هذا؟ شنو؟ المسافر يدفع فلوس قراجية وفلوس توصيل للقاعة وفلوس اللي يدفع العربانة، وهاي كلها غير مبررة وغير رسمية، وهاي حالة مطار بغداد الدولي. شوفي البنغلاديش اللي يجيك على العربانة لا تاخذيها منه، الجنط ما تجي تخليها بهن تشروخ وتسح بهن، جنطة علقيها هنا، جنطة لبسيها، وجنطة ثانية سحليها وياك وراك. زين القراجية ماكو مطار ما بي قراجية للأخير، بس القراجية للي يجي يخلي سيارته بالمطار ويسافر يحسبوا له قراجية، بس مال أطب أريد أستقبل واحد أدفع فلوس قراجية لا، هاي واقفة. أنا بهالموضوع يعني أطب العباس إذا طب إذا سووا لي نداء أطب بلاش، حلو أطب نداء أطب جوه. شوف هو النداء يطبوك جوه للش اسمه بلاش، بينما إذا بس العباس بس من تستقبلهم الطب تدفع 4000 قراجية وانت ما طاب جوه جايبهم سيارتك، لا راح يطلعوا لك هم ب30000، وإذا منك البيتكم 60-70 يأخذون منك. شنو هالبوق مطار بغداد؟ شنو هالبوق هذا؟ على شنو البوق؟ آخر تعليق من علاء أو آلاء أحمد، تقول: حمد لله وشكر كافي تبطر باعي، أو حمد الله وشكره كافي تبطر. الناس ما عندها فلوس تدفع لأبو المولدة، عايشة على الحصة والرعاية الاجتماعية، وهاي البطرانة تقول الكهرباء ومهفاية. استغفر الله رب، ليش يعني؟ ليش بطرانة؟ هو غير مطار، غير المفروض تبريد بيه مركزي. أطب الأسواق أنا ألقى بيها تبريد مركزي ويموت من البرد. مطعم مطار مطار بغداد الدولي، ليش بطرانة؟ مو حقنا يعني احنا نصير حالنا حال باقي الدول؟ لو مو حقنا، بس أريد أفتهم حقنا لو مو حقنا. هذا كان هو الفيديو الثاني في فقرة ترند يوتيوب. سأترككم مع الفيديو الثالث مباشرة، وراها نعلق ونسولف. Now let me talk to you for a moment about Gulf State leaders. I've met with most of them. I've met with MBZ in the Emirates. I've met with MBS in Saudi Arabia, the Crown Prince. And I can tell you something astonishing. These leaders are more pro-Israel than a lot of Jews. MBZ
tells me this. I can tell you this. When I met with the Crown Prince of Saudi Arabia, I said to him, what do you think of Jews and what do you think of Christians? Ah, I like them both. Tell me why. Because my mother was one. I said, what are you talking about? My father's house director, he said, who raised me, was an Ethiopian Jew evangelical. Wow. Now I can tell you this, in 2.5 hours, the stuff that I heard from the Crown Prince was so astonishing towards Israel that I had to brief the White House and the Prime Minister. Absolutely would blow your mind if you know what this man is thinking. He said on that one statement, he said, I said, what can the Palestinians do? He said, oh, it's simple. They need to copy Israel. Copy Israel, that's all. هذا ما انتشر بالساعات الماضية والأيام القليلة. قنبلة فجرها هذا الصحفي. يقول كما ذكر هو بالمؤتمر انه تحدث معهم مع بن سلمان وبن زايد وذكر لأحدهم انه أمي يهودية ومربيتي يهودية. قنبلة فجرها هذا الصحفي الأمريكي وانتشرت كالنار في الهشيم في مواقع التواصل الاجتماعي وفي تويتر ويوتيوب فيسبوك انستغرام كل المواقع انتشر بهذا الفيديو انتشار فظيع ورهيب. لحد الآن ما تم نفي من قبل الحكومة السعودية والحكومة الإماراتية وأي شخص ذكر اسمه، ما تم نفي هذا الفيديو أبدا، ولكن هذا الصحفي هو من فجر هذه القنبلة. حسب تغريدة أو تعليق حسين يقول أحد رجال الدين من جبل عامل بعد البحث معهم خلال الكتب القديمة ثبت أنه له أصل من آل سعود صهيوني وألف كتاب هذا الخصوص، وعندما علم أحد ملوك السعودية بهذا الكتاب أرسل له شيك على بياض. طبعا التغريدات والتعليقات كثيرة، كان أفضل نشوف المقابلة مباشرة مع ولي العهد أفضل من سماع ما قاله الصحفي. فلسطينية تقول لا غرابة، هو المسخ يفرح بالمسخ مثله، دعوهم يتبجحون في ويرفعون الأصوات كالحمير، الأيام لا تحب لا بالمفاجآت ونهايتهم أمر محتوم ومحسوم. هذا كان آخر فيديو وآخر موضوع بموضوعنا لهذا اليوم في حلقتنا من برنامج وزن. مشاهدينا الكرام، حتى ألتقيكم في الحلقة القادمة، بكم في مالا.